أقيم قداس للسلام العالمي في كنيسة الموارنة في ساحة فرحات بحلب، تضمن تراتيل محبة وسلام بمشاركة عدد من رؤساء الطوائف المسيحية. صلينا كنا بالكنيسة عم نصلي على نية السلام في بلدنا، نية السلام لأجل العالم أجمع، لأجل ربنا يفيض الخير والبركة على بلدنا، يرفع عنا الوباء والبلاء والغلاء ويرحم شهدائنا الأبرار اللي وخاصة بهاليومين اللي سقطوا في دير الزور. كان تحت راية السلام، السلام للعالم أجمع، وبشكل خاص أن يحر الأمن والسلام في رباط سوريا الغالي على قلوبنا، وأن يزيل هذا الوباء الكريه، وباء الكورونا، عن البشرية أيضا وعن بلدنا الحبيب. نطلب من ربنا أنه يعطينا الصبر وطول الأناة والقناعة حتى نقبل بالوضع اللي نحن فيه بانتظار الفرج الذي نتمناه هذه السنة مع السلام. جئنا لكي نصلي من أجل السلام، فبعد أيام الحرب التي مضت أتينا اليوم لكي نشكر الله تعالى على هذه الأيام التي نعيش فيها بخير بالرغم من كل الصعوبات الاقتصادية المفروضة علينا. في مناسبة يوم السلام العالمي رفعنا فيه الدعاء إلى الله تعالى من أجل أن يحل السلام ببلدنا وبمدينتنا، وأيضا وضعنا آمال كتير كبيرة عشناها بخبرات وبأيام ماضية بالسنة الماضية، بس ولكن وضعناها أمام أيدي ربنا لحتى تكون أيام سلامية، أيام بركات، أيام خالية من الأوبئة والأمراض، أيام فيها انتصارات وسلام وهدوء لبلدنا.